إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا كنت أقول تفسير القرآن الكريم كاها ودرسي أني صدح بقل صدني الله ونغد لغنى آيات سغاشن أفراد من سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين تتكى آمنوا حضروا ميينوا إذا ضربتم مركز سعطان في سبيل الله جدك إلهي أدخل سعطان فتبينوا وحبيست وحبصدا ولا تقولوا حبهننا لمن قف ألقى ربي إليكم حبهن السلام السلام لست متد مؤمنا مؤمن متد حبهننا تبتقون حالة خرادين إذان حبهننا عرب الحياة نلاشي دفتيد نلاشي أدوية إدو فعند الله الله أبتيس مغانم قنيمين أي آدم قنيمين كاسو كثيرة فربضا كذلك صداس ومنكاس إيمان كيسو قنيمين أد كنتم هاتين من قبل هاتكو فمن الله الله أياك الله يستي عليكم كوكين فتبينوا وحديثوا وحبصوا إن الله الله كان وحو آبي الله خبيرا متحق وقال اوه بما تعملون وحاءات سمين ايضان آيات دان مناسبة اي آيات كوري كربا وحي وحاكا متعا آيات كورا وحي كسو هاد لايين قتلقا وقف مؤمن ألا الدلو آيات دين قدن بين وحي كهلين عندي سكسا قف مؤمن أقف كودلي تي كوري دين وحي كهلين خطبا او كترقل الآن أقف كي كود لي آيات دانونا وحي كهد لايضا خبس الآن خبس الآن وحي لقود لي قف كي معها إن أتكو قلبان تاي حد قف مؤمن أكته إن أتكسو الدشينا معه لكن أرون خبسا أو أوها يستعين بيجيسو حلال كويوه أو قاليه أيها بليدا كسطع لك الدوي تي بوري دي وحي كهد لي خطب محض بأف طفك ملكو ترقلي طاف مركا الله ملحا وعلى الهدلينين محايرا ملكو ترقلي طفك ملقلي كليا وعلى الشيء إلي سنصفها بهم أما بحكرتها المؤمن إنه مؤمن أقصده ملقلي آيات داس مركا وعلى الشيء وحي ممكن لازم لها آيات وحي التنع طفكي أسوي حدود اللي كيقول بي أكس أدلي طف مؤمنة أي الله رهب لي إنه جهنم ليه آيات دانا وعي طهي وعي ويان هبس الآن إلي وحي ودري هبس الآن وقفك هو قال أبس ليضا هاي ليجيسواكو حلال منكو حلال أبو مركا هبسان هكو دقدقي هبسو آياتا تنطريك الليسا سبب النسول يين لها وإمام أحمد مسلم كيسا كوري يتمدنا وكوري وعي ويان سننكا صحابة عبد الله بن عباس وغير وحا صوام مرأي من أرهب بن سليم كمطة أيها قيب صحابة كمطة صوام مرأي حول أريه كحيسنة هو الطا مركو أركي سلام سلام عليكم مركو سلامي أي رهدين ما صلنا علينا إلا ليتعوذ منا وحكرا من السلامين وحكرا من السلامي إنو أنك نغم نبط قلاء وغسلي يا يعني مسلم هكو قاتل رصاصك ودايين مركاسي كون تمام حكاسيين عرقي كوتين النبي الأوقية صلى الله عليه وسلم مركاس إلهي سودكي آيات داس ومؤمنين طارين تسلوبه يبيلغون عاناني أي إلهي سودكي إلهي إلهي سودكي مركا تاسو وحي تصيبا قفك هديرة على مد أموتيو أو على مد أسلامك كميتا بيجيسو حلال ما قفك قالت أول أها قال لماذا يوليقين هدو أموتيو على مد ما هان إسلام لماذا يكسو بنا ريدينو كو هدوه
سلام نمر واحد كوس هناك كلمة التوحيد كما هذلين لكن علامات الموجي أو تصير إسلام نمو حافظ من حجر فتح البارقة آيات شرح يدوه كل دليل على أن من أظهر من شيئا من علامات الإسلام لم يحل الدم الدليل يا طال كاس الله آيات داس الله قفك الموجي علامات أو علامتها إسلام ككميطة وهو اللي بسنوسا حلال حين حتى يختبر أمره ما هن إلا ليه إنت سا إسلام لماذا قصوهم وإلا إنت عامر ورواديك أن السلام من مسلم أعطاها والتوحيد سنة إذا والتوحيد سنة خلاص هو مسلم وإلا اختباره لأن السلام تحية المسلمين حيا السلام ووحى إسكو السلامان ضدك مسلمين طا وغير حافظك هذا غير كذب ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلامه على من اقتصر على ذلك معنى يقول معها قفك انت اسكوك ابصدقين السلام من الله سبحانه وتعالى قال السلام عليكم قفك نير هذا هو مسلم ما هم معنى يقول ما هم معنى يقول هو قاضا مركب يقول ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك أنت كما قالنا إذا أن شيئا إن لا حكم إسلام لما قفك أنت أسكوك أبصدك وإجراء أحكام المسلمين عليه أربود دري أحكام المسلمين معها كما يرى بل لا بد من التنفل بالشهادتين ولا كما أرنا توحيد قفك أنه قد واقع وحكا لكوس وكلمة إسلام ولا كما أرنا أنه قد واقع التوحيد لكن وحويين مرحبا علامات إسلام له أركو والله بصنع والله امتحانا كلمة توحيد كل واقع لليه دو كل واقع وحا عباطين مسلمها هدو ديدا وحا عباطين وصل مسلمها هنا كلمة إسكاقات الواقع وإلا اختباره وإلا اختباره وانا سيد إمام القدومنا وحاو أن تفسيرك أخليه بل إسكبت السلام عليكم وحيا الله حتى علامات تستطف كان إسلام نموة علامات تسيكرتو كاستا إنو قالوا بي كنتني علامات تسيكرتا هدينا الله أركو خلاص ليجي سحران فرواب السلام عليكم خالد بن الوليد نبدا صلى الله عليه وسلم وقدر قبيلة اللي بيجري بني جدينة وقدر خالد بن الوليد مركو قدر وحي قرآن سبب إلى إسلاما وعلى أول وعين وإسلاما حتى إلى إلهدان وفهم وإسلاما وإسلاما لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه إسلاما حتى وفهم وعين وإسلاما حتى وفهم وعين إن الإسلام أنا واقف أصدقنا قال لي ما ذي كتكان قريش الوحي كمقل الجرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك الراعة أيضا إلى هذا الصادق سماء قفك سواعيش دينتي قريش هذا كتكي واعيش قفك دينتي سيو كتكي أيضا قريش هذا المقل الجرين ما كيكو عن صدقنا إلى الإسلام أي هذا سبعنا سبعنا وائلا وائلا كاسيراني خالد مكاسو بابحك سبعنا مرك إلهي ما بيقى مرك الوشيك صلى الله عليه وسلم قعبه كروتا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد إلهو أنا أنبريك أغاه وحا خالد سمي إلهو أنا أنبريك أغاه خالد سمي سأسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهو أنا أنبريك أغاه وحا ويان قفك عبدو الشيخ قال ما سمي الله بطه ما يسرد قلق ولا قبري النقضاء إلا ندي فاعف وكل إلا اللي ندي فاعف واللي جت بريد نقطة قلت ساس النبي محمد والسحابي وصل بريد سو بتشي ما كقاح ضيعوا ما قال ضمط يا ما قصيد عصام مهي الدين هو يتصيدا وعارف قلت قطقوط صميم كبريد نقطة قلت سو بتشي اللهم إني أبرو إليك من صنع خالد ما كنا بقصيد عصير صلى الله عليه وسلم علم ما بيطالب قدر وعير ساقي مه بقى وكب بريد إيه أعرف تفتش بشيء حتى حتى ويلك أي جبيها الوصية وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم سكدة دي هذه النبى كشكري حتى ويلك أي جبيها الوصية حديث المخارج ساسولي ويل أي جبيها الوصية كرندي وكتب شيء وأبدى فروك صار النبي صلى الله عليه وسلم سمعتي حافظ مكثروه يدي وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام والنائبه يكون في بيت المال وحا حديث كاسنا بيقى لغا قابانا صلى الله عليه وسلم وحوين إمام كمسلمين تا وحي أخطبأ وغطعه
iyo wixii qof uu asagu diray khadda uga dhaca labadaba diyada qabiilka lagu maleeyay Baytul Maalka laga raba ayaga laga raba dawladda Islaamka inay bixiso Baytul Maalka waa in laga bixiyo diyad qof kaan waxa weeye qaraabadiisa bixiya la dhimo la dhimo marka qofka iska baal waxa weeye assalaamu calaykum hadii wax yar laga dareemo qofkaan inuu diinkiisa hore ka tagay oo uu gaansamayo diigiisu xaraam xaraam وإلا اختبار له ليا إن إسلامي إنكال دي مركز كتري عداتو نسل إسلامي هدو ووركا هداي عداتو إسلامي نوى بري لكن إلا الله يدي جسوى حرام دي علامة بلو أرض يا أيها الذين ضدك آمنوا حقر أميينو إذا ضربتم مركز سعطان في سبيل الله جدك إلهي مركز خص سعطان وخص فرطان فتبينوا وحديثه بصدوه هكود دقنينه هبصده وغير القاضي شوكاني واحد لو بسويه بلا خلاف مركز تنواجه تنواجه له هبصده ما هل مركز مسافر ليه هاي كليل مركز محاله ليه إذا صرتم وإذا ضربتم في سبيل الله محاله ليه إلا واحد لو بسويه هاي أما طفكو الصفر كجيرو الصعدال ها هذا أما يو الصعدال وواجه إنواجه له هبصده وقف كان بيجيس إلهي محلاله مثل محلاله إلا هبصده وواجه وعوين تنوحي وحي فهي سبب كي آيادو كو سو دكتي آسيبا سيهدو أيغو سعودان او دولان أي من كان أركين سبب كوها سورة دا سبب كان وحي روقات يدخول يقول كووه ريو آياد سو قرية وسبب كان مركا سبب تاسيبا سعودان وعوين معنو معهان حداد مقيمين تهين إرادو بسطان واجب لكو معهان ما حداد مقيم تهي iya hadaf musafir tahay labada waa waajib inaad hubsato qofkan ilaahay diigiisa inuu ku xilalay in kale ya ayyuha alladheena aamanu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu duuriyi baa faasiq wa inin kano wa hubsada wa hubsada marka ama muqim ahaw ama musafir ahaw inaad hubsato waajib weey ilaahu subhana wa la taqulu rabbihim mina liman qaf alqaridi إليكم حقنا السلام السلام قف إن سلامي حبهننا لست مؤمنا مؤمن متيد حبهننا تبتغون حالة دل بيضان وخرادين إيدان عرض الحياة نلاشي بيفتي لحالة رياد إيدان حبهننا نلاشي الدنيا إدو نلاشي الدنيا دل بلال تاس قنيمة داتي آيه سنة كقادتان هو بهننا مؤمن معها فعند الله الله أبتي سي أهابين مغانمو قنيموي كلمون كاس وكثيرتهم فربنا ما هن رزقك إلهي أفرت عرقه منك ووقتهم مركا هدلين قفتا مؤمنكا سياد مالكي سأقاضتا وحراشتا إلى وغل سبحانه كذلك سباس أوكالي أيات كنتم أهايدين من قبل هري فمن الله عليكم الله إن انقلب يستيء وإن كساري على الداس فمن الله عليكم الله إن انقلب يستيء فتبينوا وحد يستيء كذلك كنتم محال رجيلا وحويين كهذا الذي يصر إيمانه ويخفيه سبعنا قرات إيمانك إنه قريب جلتين وعليك رمين كانوا قبيل قراره لدقنا إنه ضمومن أها وإيمانك سقرينه سبعنا قرات إيمانك إذنكم سبعنا قرات إلهي فرأي مركات مكتشوبتين إيمانك إنه قريب جلتين إلهي بأوال إنه قرأ إلهي بأدو إنه كقاضي ألا إنه إزيي مركات شلب سبعنا قرات ما أنت هكودك ديقنين ما أنت سيدي وكلا قفك أن الله يابنين الله يابنين سيدي وكلا لها جرتين وإيمانك إنها تغري جرتين ساسا اللي رجي إذا وانا سيدي وضورتين من جريد الضباري قال كلا جراء كذلك كنتم من قبل أي لم تكونوا مؤمنين هرى المؤمنين وما أدنان هين إذن كلا تركين هرى المؤمنين وما أدنان هجرين كذبت الله رميني الله يابنين وحويان قفك هكود الدقنين لكن معنى هرى أيوب ذي المفصلين طوال سيدي إمام مفصلين من جريد الضبري أول رجحي كذلك كنتم من قبل أنه لجهد الصدع سكرات إيمانك إن أقري جبتين مركات مكت جبتين إن الله الله كان الله وقوء هذا خبير مدح وضباء بما تعملون وقع الثمين أيضا قال تعالى إلى وغير لا يستوي مصنا القاعدون كوى كفر لجهادك من المؤمنين حال أي كم ديهين قاعدين تاسو غير للضرر كوى الدب الصاحب غير كوء إيه والمجاهدون دكا جهادا في سبيل الله جدك إلهينا كو جهادا
بأموالهم ماليال كودة كولتي هذا وأنفسهم نففيال كودة كولتي هذا مصنع فضل الله الله أيها فضلي أي مجاهدين تدك الجهادة بأموالهم ماليال كودة كولتي هذا وأنفسهم نففيال كودة كولتي هذا على القاعدين قوة فضيو إلى كفضلي درجة الإعراب وكل ضمان من الفريقين وربا فريق با فريق الوحي المجاهدين وفريق قائدين لبابا فريق لبابا فريق وعد الله الله أبلا قاضي الحسنى جنب وراك فضنير وفضل الله الله وفضل المجاهدين دك الجهاد على القائدين كو فضلي وكفضل وجهادك كفضلي أجر الأجر إلهي كفضلي أجر كاسو عظيما وين درجات درجوين إلهي كفضلي درجات كمينه الله عجيسا كهابي ومغفرة تنبضاف إلهي كفضلي ورحمة نحريسة إلهي كفضلي وكان الله الله وقو أغابي غفورا اللي تنبضاف برا رحيما أو نحريس برا آيات مكي كونات ويسودكتي ويسودكتي لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر المرضى ويسودكتي غير أولي الضرر مرضى ويكسو الدبادر وغير زيد بن الثابت رسولك صلى الله عليه وسلم أئن ميريني أنه قرأي آيات دعنا الله أئن ميريني قرح آيات يسود اكتبه على قرج أنه قرأي وانقرأي وقلنا أئن ميريني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ما صنع قوة قاعدين تهجهات كفرنية ومؤمنين تكمد أه إن يكون المجاهدين تهجد كإلهي كجهدين ما كاس أن قرأي أهو عن نبي الأولي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوب سحاري من دولك أها أيها سبب إن ميراي عيد وحي عبد إلي قاعد فرنية إيا مجاهدين يسن إلهي تيسك سنين سلاسة عيد عبد إلي مركز لي رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهده رسولك إلهي والله هذا أول لها إن جهاده وين جهاد لها إلهي وإننا سبحانه وتعالى آيات بانو سودك حاسمي مركا لبسيني واللي قايتش بالمعنى مركا عسى إلهي وسودك غير أولي الضرر انت عسى كله ذا المر سودك وغير زيد بن ثابت أنا قرأي مركو حالا كير عبد الله بن مكتوم عبد الله بن مكتوم مركو هذا كير نبي صلى الله عليه وسلم أي الله تبارك ليس كبشر وين ما كوكو سودك يا نبي صلى الله عليه وسلم وأويان وحي وغير النبي بوضعي بوضع إلي كرسا وليس أن ترمي إلى أن أفسد أن يصير بوضع هذا ما أنت تشتري بعد ضحي من غير ضم ساسا نسيري وليس كذب ولقى فيد النبي وحي سودك غير أولي الضرر مؤمنين تقاعدين إل لقى فضل جبديه هاي وقوة نب جهاد ككرر يوسنجي إيه أذور دار الآن إسكفرنية قوة سوي أما قوة أهل أعذارته إيه أذور دارك إلى هيسي إيه أما إن ضهرة أما جيسته إيه أما حروصا قوة مجاهدين تلسمي قوة جهاد تلسمي قوة جهاد هاي هاي وأويا أيام هذي أولنا وجدنا لك على هذا كوا عذر دارك نيدا في حنل إلهي الرسول كريس أم استحيي كوا سمجاهدين تلسمين معيالي قلب في حنل وليه هو طاعة إلهي الرسول كريس ويهن يدينك هتاي أودان ويهن لهي اعترار ماشا بكتاي ولذا سياس درابي أيو النبي صلى الله عليه وسلم حديثك إمام أحمد ومسلم كريس كوار البخاري صحيح صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما صرتم من مصير ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه ما بقى صلى الله عليه وسلم مركي لبحي والله بحي قسود تبوك ووقولي لي مقالة المدينة رجاجرة وكسوغا ما عدنا سعر سعر وادنا ما ادنان قريب الا وان الله شرين اجر كإن الله الحي مركاسا النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقاس الصحابة وحي رادين قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله ما يبقى المدينة شرين انك نجرين ما بقول صلى الله عليه وسلم نعم حبسهم العدو ها عدو دار حبسوا عليه عدو دار عليه مركا قوة عدو دار كله ايه جيستا ايه انضالياشا ايه حنوصا
ee ilaahay rasuulkiisa taacada u ah taacada u ah kuwaas ayagu ajarka waleey ee kuwa laga ajarka badan yahay waa kuwa wax udur daar aan lahayn oo mu'miniinta ah oo jeedka aan galin iska fadhiya kuwaas way kuwa laga ajarka badan yahay ilaahay oo subhaana laa yastawi masina alqaiduna kuwa fadhiya oo ka fadhiya ani jeed jeed من المؤمنين حال أي كم ذهن قاعدين تاسو قاعدين تاسو غير الضرر كذلك يسوي دكتور بخاري مسلم يقول تعالى سبب النسول كان آخر مانا بخاري كلب يسوري لكن سبب النسول كأسل كيس بخاري مسلم بطبع الله وري مركا قاعدين تاسو غير الضرر هو طب صاحب غير كود هو اللي قاعد شكا بذنيا وقوة أنوح أذر ضرر لهين وقوة وقدر دار عن اللهين إيه والمجاهدون كوة جهادية في سبيل الله جدك إلهي كوة جهادية بأموال الماليال كوة كوة جهادية هنتدو دي بحينا كوة ديار قلوبة هبكي كوة صاقبانا سادكي كبغانا بقاريه دي كوة جهادية وانفسهم نففلال كوة كوة جهادية ونفتو دي عدو الكور قينية فضل الله إلهي با فضلي المجاهدين كوة جهادة بأموالهم ماريان كوة جهادة وأنفسهم نففلال كوة جهادة على القاعدين كوة جهادة كفر يا رب يا كفر دلي درجة درجة إلهي كفر دلي وكل وعد الله الحسنى وكل نتكست من الفريقين كمدا فريق المجاهدين وفريق القاعدين قرر جهادة إذا يقرر جهادة كفر إذا الله نتكست وعد الله الله هو بلن قاضي القسمة شنادي ولاك الضمير لبدا هو مؤمنين شناد الله إلهي بلن قاضي آيات أصحاف ذي مكثروه يري وفيه الدلالة آيات دليل أقصد أن تصي على أن الجهاد ليس بفرض عين إن الجهاد بفرض العين هين بل هو فرض على الكفاية لكن هو فرض الكفاية سببته هدو فرض العين أهالها قف كفر إلهي شناد هو بلن قاضي سيدي قفكم مركو فرد كتره أما شيء محرم وكلا كدعه قرآن يصنعه مركي كالله ينشنه وما بلن قاده إيه عذاب اللي يقوده دي عذاب يعقاب الله شيئا قفكم هدو واجب كتره أما محرم كدعه لكن شنه دام الله بلن قاده وحي تصيدا إنه سنفرد كو أهين إيه فرد الكفائي أها ومسلمين تقايل كفران حتى يجيهد كو استيقان إنت كلاواك حتى عيا دمدقي انت اصلا اجك قادنا الى جهاد واجر مالها قوانا كهارا ايو جهادك اجك مالها لكن دمي كل حما واسدا فرض الكفائي قد مانت سويه لكن وحاجر تمرار كقبل او فرض العين مغضا سورة طوبة نقصة النهمة هي سورة الانفال وهو اوليان حدي قفك اصدق اول فرض كو عين واصدق كو تطوعه او الى الله الى نقصه عدل وغلط استهدو او قالك يا مسلم اسكسوا ورشيسان لبدا الصف ما بنانا مركز إنه هذا والله ما بنانا حيلا مركز ويجرين ومسلمين تجرينه مسلمين تون يبدلية ما بنانا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأمر إلهي إلهي أمر وأمره ويمر هذه أتقال الله كلانتان سبنانا هكا عرارينين وواجه ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم قفك على رب مال كاسنا إلهي وين آيات فروح كل وهو ينقف كاس وهو ينعرى الله في جهنم أنه يضوح حيث تصل إلى مكة إن فرد كل هاي وقفك كتري فرد عين كتري وأنا كاسنار اللي وجودي قفك ما فرد كتر نار اللي وجودي وكذلك بلد كمسلمين تقال الله دي ودن كل كي ماذا ودن كمسلمين كي يكسوا الدولان وفرد العين آية بحرانة تسيدة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأنا أقرم في أخوان بالبلد في مدى صلى الله عليه وسلم كي كاجرة وأضلع قرم مبتع لقرم كإلهي مدى ندل الرئيس يديك سورة سورة مكة لقادم مكة لقادم وأضلع قرم توديك هرب ناجد مرحة دي بلد مسلمين قد صدان بلد كاس مسلمين تجوغوا فرط العين في النقضة هذي أولي وهي أن قوة كحيدة بقالة كلا طحيدة في الدولوية كحيدة بادية كحيدة هذي أولي وهي أن قوة كحيدة حتى قوة كسيحيدة إلى عدو بس لصاعه وفرد كاس لقد حالته صدحاته فرط العين كالنقضانا ومرك إمامك مسلمين تو وضدك كتل بضع إليه صباحان أنا قف قانا دو قف كتل بضع قف كاسو فرط العين فيه هدو جماعة كتل بضع جماعة سو فرط العين فيه سورة التوبة كو سمرا
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم وهو المؤمنين حين كنت حي مركل أن كتل فإن أتصبح دعان سعودين كنونك يسكون بجي إلهي عذاب أمقودي ما كتلك بحدي له عذاب أمقودي إلا تنصروا فقد نصره لا إله إلهي مرك عذاب إلهي أمقودي أو أويا خاصنا وعي تصل إلى بطك بحدي له إلي كل أن ذنبي أي ناركم مطار مرهب دي إمام كمسلمين تقول إلى صبح فرض العين يكون قنيدا أما قفا طمت معها هاتف مرك صدح داس قو انت انا هاي وفرض الكفائي اي فرض العين معها الى وحر سبحانه وعد الله الحسنى وكل ضمان لبنى قيباب وعد الله الله بلن قابي الحسنى جنبي وناك بطنب وفضل الله الى هاي وفضل المجاهدين كوى الجهاد على القاعدين كوى فضل كفضل اجرا اجر اجر عظيما وين oo ay soo loo soo sheegay inuu ka fadlay waxa loo soo celiyay waxa loo soo celiyay waxa lagu fadlay in la sheego si nafta muuminka u kacdo oo ay waga qayb soo jeed waqana darajatin darajat ayaa ilaahay ku fadlay darajat ka soo minu min allah allah xaqiisa ka haday wa maqfiratan dambi taaf ayaa ilaahay ku fadlay wa rahmatan naxariisa ilaahay ku fadlay darajat ka asna nabiga fasirayo xadiidka bi sa'id al-khudri أو صحيحينك أو نبغو كفاصري أو نبغو إن في الجنة مئة درجة جنة وقعك طالب بطل درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله الله أدياري ذاتك كوشي هذا جدكيس بطل كاس درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض لما درجة أو كستوح يسكوشين إلك يقولك إنت يسكوشين هل درجة غفك الله سياء إلك وكلاسي ولا دلعسي ولا ميدي meel kastar meesha kasar ayay jannada ka fadli badan ay ka fadli badan wa kana allah wallahu wahu ahaba afura alladan bi taafan rahiman aw naharis badan qala ta'ala ila wuhuri innal ladina quwa tawaffahum ay afsanaydo al malaikatu malaikta zalimi anfusihim nafafiyal kudku dulmiyay hala ayhin ay afsanaydo qaru malaikatu waxay leedan markay nafta ka qaadayaan فيما شيء محيي كنتم أراهتين قالوا وحي لهذا كنا وحانهين مستضعفين كوالا قميستو في الأرض لوك الإحديس اللي قميستو قالوا مرأيت وحي لهذا ألم تكن مياي سناهين أرض الله دلك إلهي واسعة مطبالارا وفتهاجروا أدهجروتان فيها دلك إلهي الإحديس فأولئك قواص لصوت المامي مأواهم يشيوه ينين جهنم ونارت جهنم وصاءت وانقمات المصير من الله أهاده إلا المستطعفين كوه اللي قميستو ماهانه من الرجال رك حال أيهين والنساء الدمر حال أيهين والولدان عرور حال أيهين مستطعفين تاسو لا يستطيعون أن أودين حيلة حيلة أي كبحان ولا يهتدون أن كهنون كريم سبيلا شد أي كبحان فأولئك قواص لقميستو عسى الله الله ومديه أن يعفو عنه من اسكا عفيه وكان الله الله أهابي عفوا من عفين بضان غفورا أودا بطاف بضان ومن يهاجر قفك هجرودة في سبيل الله جدك إلهك هجرودة يجد وهريا قفكاسو في الأرض دولك دحلي سوقك هريا مراغما مكان صنع الرين مراغم كاسو كثيرا فربضا إيا وسعة في الثنان أو في الرزق أعطي رساقة بحقين ومن يخرج قف كبحا من بيت قرنيس كبحا مهاجرا حالا يهمدك هجروني إلى الله الله انتكا ميش الله أمر يهجروني والرسول رسولك سحبيس يهجروني ثم يدرك قف كاسؤوها ليلو الموت موتك فقد وقع واطعي أجروا قفكس أجر كيسو على الله ألا كور كيسو كدعي وكان الله الله وقو أغاضي غفورا ألدا بطاف برا رحيما أو نحريس برا آيات كان سبب النسول أيه لهايين أو ثابته الصحيحة سبب النسول كاسوقو أها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحي جري ضد غير مكة أو إسلامي إسلامي ردنا قرسي جري مشركين تي قصب وصوبحيي مالين تي بدر
إلى الرعان إذا كبحية النبي محمد يسعي ربي سكود دولية أي الله لقو قصبي وصابحين قال لكم إذا أي الود لي فعلك المسلمين وهم كالمسلمين تقريد أي ما دام أي قالوا يكون احتران أي يكون بنتين مركز المسلمين تي دهوس كلاس عدنا وعوا أي شخصيات كانوا المسلمين مرك الله شجع ما شأن يكون بنتين وحير هذين كان أصحابنا هؤلاء المسلمين مسلمين بياها ينبتك صاحب بدينا ماشي اللي قد دري وأكله ولا الدرقية خيار إليه إن قالك وما صرع إن دولانا أولا قصبي إله قدام بيطاف حير هذين فقاس آية دارس قدك تالي ظالمين ويحبها بهنا دم دافك تسكدالي ظالمين وظالمين سو مجد ظالمين ويحود الدار مره فقاس الله قرأ إنتي حرطون إيمان انتي حرتي او ان قمان الله قرى ايات با قول لي ايات با ساسو دكتي يدر دار ملي هدين ظالمين باتي حاكو دحبي غير مركو ري مركو لغو قصب ايو بس واصو بحي وضبا مركو يمر ايان انتا قالا دي كدبا تيميد اي قبتين ايرا دين قالوا مكاس اسك قالوا مكاسا وحا سو دكي ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اودي في الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آيات سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آيات آيات سودكتي مركا والله قرأ يوحى ليري أفكي وحى ويان فرأينا إلهي عابد وقيار وعابد وإن المسلمين تبحدوا ذي ماذا كان صوتهم آيات مركا أصل وحى يوطهي وحويان ضدك مؤمنين تأني واجب كطاعي إني كجوران مجالين كجالبة أين أسر جوران أسر هجران مجالين كمسلمين ضدك مسلمين تواجب وحقوا إني جالبة مجالين كذا كسر جوران وأسر جوران مجالين كمسلمين تساس واجب قا إلهي لو نشر الآيات دام ضدك جالبة حبجن الجالبة حلوة كبرين تا ما إنت نفط ما كي كقارة روح إلى كل مدونة يا روح كسي دم بيجو جهنم أيه قال بحدكين إيه حاجة سكسوك الله أيه حاجة سكسوك الله أيه أي قال إسلام نوريه قف كوب إحنا في مالك نقولي ماله وقف مصيبة كل عارف مالك ما نفط وقعد عارف قف كاس إلى يقول سبحانه إن الذين ضدك توفاهم أي أفسنا يدو الملائكة ملائكته أو ملائكة النفط كقارة يدو الملائك وملك الموت وأعوانهم وملك النفط قادر إيا أعوان تيسي ظالمي أنفسهم نففيال كودو كوة ظلمية حالة أيهين ومحي نفط كودو ظلمية بترك الهجرة هجرة إسكاد دايين ويسو هجرة ويين قال إحدى الجنادين أيضو ظالمين النفط كدع أيضو ظالمين النفط كدع الظلمي قال لشيغة يواج هجرة الأنتي كسر تجد الأنت أي قال لك كسر تجد ديره تاسو يبالي نمط قالوا ملائكة واحدة النفط منها كقال أيام فيما شيء إحديث مقوها كنتم هذا هيدين وامح الواحد كده احترتين حالة إذا فيما كنتم لبقى ولا المفاصلين تشيغا قال ابن جرير القبار واحد ويوير في أي شيء كنتم من دينك دينتين ألقاب رسول ميدين أو الدينكين وديك قال لك نحدي قلي بريسة هيدين مرالات هذه أو الدين هذا الدين إلا قفك قال بحدقين إن بضن أو كمتع وحوين دين كيسا سيدي تحيب وموضع أخر مكرا قفك قال بحدقين أكثر كودة ويبعكتا وحن نادي لكن سيدا غالب كأه دين كيسيو كاملة كموضع أخر مكرا كموضع أخر مكرا مركا قيبتي وكتغي أحيشوك مغيوح لك قيبتان حضرتك بالشيء دين تاني إذا بقى وكان بقى معاك ما كفيل وده كنت جوابه قالوا وحي رادين تكي قالوا كنت احبن طي كنا وحانا هين مستطعفين كوال الجميس أنه عدل مدح خوب بلان أيان كو هوس مولاين نلو ما أقبران دين تقيمة حاس عدل مدح خوب بلان أيان كو هوس مولاين وين الجميسري ميلا حاس نلو ما أقبران دين تقيمة حاس الدار كذي ترى الدار كاسنا مقبول ما إلى يكتي سلك ما أكبره فيري محايا الفيري هل ما دوار أوروبا وحقيقه قال أيام واحد جن مسائل كان ديني جامد مشكلة بطقان سيدا يتحايل وما دقني كلي ما جرب هذا الدار كاسنا أكبره صدقته
قالوا قعدوا أنو إلهي لو سيد الخيدين تقوم تقمي كريم عدو البار ما فقالوا لي إنا تحجو صار حارانها حقا تقوي لكن هدانا كما تي كريم عدو البار المقاد فيري سيد الصوصع ما بأود لكن أيها ما تحجو تقال لكم عابد كريم وحقيق وحقابيا مركز حطي الإلهي وأنه ما أود عدو البار لك أقبال ما لايكا يريني حيث قالوا لي هدانا تحجو أود إن هذا الله كعابده محاذا ما يحتاجه إذا بوك إلهي يقيني موحوا عفر تنبغاله وقالك أفضل موسى انشرين مالي لهي لو عابد الفضل حاجة تقول تاسع إيماني نركو إذا دار الأكبر معه فيما كنتم قولك كروحا وهي في أي فريق كنتم في فريق المؤمنين وفريق الكافرين لماذا فريقات كادح دقريدة سيد إمام البغوي تفسير فيه لماذا كوحوب مالك نفط لك أقرى ملايك وحيريها بهاي بطقوا على فريق فريق في الجنة وفريق في السعير وعلى فريق فريق المؤمنين وفريق الكافرين وعلى ذلك كوحرات احدى قريبين قولك لنا وقولك سوء ما تشيدي ولذا الساس تردد اي واحد من العلم قفك بلد قالوا مركم آريو افر شرطية اللازمة دي افر طاس شرطي الله حرام ماهر انو آده انو ده شو قال حرام ماهر لكن ولا قف في عين أفر تشرط شرط الكبار واحد طاعي باهدي ده وقول هذا يا باهي وسن كم مارمين وضع المسلمين أن لقيه لي وين نقطع شيء باهي أو أقرب علمي وكسب برا المادي أو وضع المسلم مثلا لقيه لي وشرط لكن وضع المسلم بهدي لقيه لي كرا قال له أدينا شرط قال رأتنا واحد طاعي قف كان وضع كان قال هذا أنا يا intu san aadid inu diinta islaamka oo qof fiican u leeyahay ee qofki haduu san diintiiba oo qof fiican u lahayn oo waxa weeyeen asaga aqoontiisa gaaranta uu tago hirka qaada ila badweyn u dhigtaga bad gaalnimo u dhigtaga dad ayaga dhan aqoodo gaalnimo tahay oo dhaqankoodu gaalay yahay oo noloshoodu gaalay tahay oo ganacsigoodu ku fiyay oo waxa dhanba ayaga dhama aan diin ilaahay shaqo ku lahayn u dhigtaga marka si aan xaraanta iyo xalaasha u kala garto waa inuu diintiisa qof yaqaan iyo qofka shartiga saddexaadna waxa shardi ah qofkaanu marka uu wadanka muslimka joogo intuu san gaara aadin qof multazim ah oo ku dhigid ku dhagan diintiisa weeyo dadka gaalada marka ku dhigga u tagaan weeyo macnaha dadka diintooda ku dhagan soo ma jeedin ee gaalada ay raadeen waxa weeyaan mutabarrifin mutabarrif ma tahay بارف متقن بارف واقنع معناها دينا عين جيرنا مهر الى اكلين جيران وي جيسي نغا جيران وي انا غنا جيسان جوغنا ما اوغلا ما لي حلي وحلي فوجي جي وتطرف عليه سوين تاخ الا واطرف وانا صح ما قال لي مسلم ما لي حلي فوجي جي جي ديكا ومد الله يودي ده النبي محمد ودو لو تدهروا فيدهروا قالوا واحد راه قال واحد سود بعد لنا اي سود بحال ما دخل على فوق وانا قال له ده سود بعد ما تقف وإنه يقف دين تيسا قطق نتيرا كود بجن وشرط الصدحة شرط أفراد وعاء مركو أيكي بحطه إنه حرق يهدي تيسا قطق نتيرا وظاهر كأداوه هو سواء جيطوان لكما لكن ظاهرها شيء دين تيسا وين الوفر قريب لكن هذه قوانين يتصور إذا ضل لورد الجيل يقول لي قوانين تصوير على الإلعاء قوانين تينا يكفر الطعام ومعاكم إلى قوانين تي قف البواحر هي جالبة لكي إسلامه يا كمان ضفت عرضة عروضة على كمان الإسلام ترى كنا قسم كت عروضة على كمان الدين كت السلام جماعة عرضة شيخ الشيخ كمان جرعة كت هذا هو دين في قرح كمان من كواجب الكتة هاي عروتي سينو صلاة بأمره هذا يتكلم دينه إنه كت جرعة حتى يتلاص على الجرعة والنبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وهم أبناء الصبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر عروتي ما حتى تضرب جرعة صلاة فرع طبعاً هداي قارن كي تقدر دي ركوب قرا حر مقطع هاي قارا ما تقدر تشوفتو عروت هذا ركوب قرا على صلاة حر مقطع هاي إن أتقبل هذا حكيف كأمرتو وهداي دي ركوب قرا عبو ويجب يكون قطع هاي إلى إما قام رجاء يه الذين آمنوا قوة أنفسكم أهلكم نار مؤمنين ونبتين إيك إن النار كبدالي نبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف كستو حبال الراعي الى يفتي سواء لو الدين ابو الى الراعي سو ما تجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم والرجل الراعي في ال بيتي ومسؤول عن رعيته
نينك وحال الراعيين أو رب مسؤول وقال لغي أو حلك سارية هاي قويسك حاس عروت كل قويسك ساقة مسؤولك نحن لقوة البيرة ويش الكاسم اللي قدر كالقارة ومارك اللي نحتشوه أو عروت هذا إيهل كاقة دينك على إلالية مكو خاسم كتا هذا ويش أولا قدر كرنا ماشي يالي وانا حقيقه مركة ديمقراطية دا تالة حرية دا تالة حرية الأديان إنه كذب تايسو ما وبين وان أراجني تكي دين تلاها إيبتغي وصول الله تنين وذات ورجل لدينا بلد كتوكا من فرادة إله يكون امتحانا ودمانا قالا يبتغي إله يكسو أرورية أفكي سيئك الشيء عرور تايدة وصول الله لمن دو من دو يالدين تالله يضيع من دو يحجابك حقيقي أن لا يلي لقد اصبحت مجددا في المجتمع الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا ما ما أقول في عنه واحد أنا أرهب أنا أبو قناصة أنا يهلي كذا قطع للدبال ما يأكل ولا الدبال وإيه ما دني كل يوم وريا ما لا أسبوع أنا رايح للمرضى وين قطع روت ما حلو هاي في كلمة تنبين تفي أسرع كورة السماء وأجي ما ينكوت تيرون كورة ما يأكل يهلي كم قاسك ما أمرين وشغل كملي هي جاي نطلع هي يهلي wuxuu ka bari noqonaa waa diintiisa oo weyn waa diintiisa wuxuu ka bari noqonaa oo fiirsada samaceedi bal waxa ka daran habar kaafirad ah ee gaalnimo ku dhalatay lix sano ku geetay acruurta subaxdii loo dhiyo kaasi maxad galiga keenay habar kaafirad ma lahayn yaa lix sano todobaadan sano ku geetay gaalnimo aan lagu salimay waa uga kan adigu dhashay markaas galabta maqri ku xalkay iyo taxbaani oo telefishin ee fiirsada ma aan waxba ka dhageysan أول خبرية الدين إن كان سمع هكا يقول كوي سيقول لي حتى مني كنت يقول يلا ما قال أرد عروت الجيب أحبر شلو ناشا ما ناش أفريكي وعروت الوود دولي سيكري فناشا أردت سكافرات دعوة فريدة وين الدين سوى كيد أحبر شلو هيك كين لحنا السنة هبار كيستي كافرات انت سكو سود دغوض عن قلوك يساك وحوين وعين أساق مرايطة حد دير وحوين الأشي وحوين نظيفة في ثاني ساعات ناقرت حتى يروح وين وقت عدي هو اللي هو قرأ يلا هو قرأ شو بتشين حاول مرينا حكى سر مريض سبحان الله ملك حرية الدين ما تعال حقيقة وصف كنيسة وقوة قراءة إيه مو قرأت إنجليز أبوس فرام وطبعا غير يروى قرأ ملا لا 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 دين تعرف ما تقال ما وعده وقوم ما كرسا عده وقوم ما كرسا وي وقت الكنيسة قراءة إيه ما أدري كم قرأ فلو قراءة يا waan ka roofan talaxero diin tu xartahay bal ugu dhawaaqo bal ugu dhawaaqo ka kaliisada laakiin gowdeeda lama qabo bal dadki tagi weydii saasi sheegay ko yaa wana waxa iska soo horjeeday laakiin masaajidka qol hoos aan tan tahay Allah u barale kaliisada iyo gowdeed ku hay aan ma seen xilow waxa ay la seema lama ogolo waa gaalimada iyo islaamiga waxa lama ogolo in la seema marka xaqiiqadu waxayna sheekada loo dhigaa qadax oo leeyahay gabadh in lagu arko wa inta soo dambi oo darkeedii lagu diiday san francisco ma yaa aawo ma ka fariyay ilaa in waraaq salaaf fiican mabta marka xurriyadu diin ma jirto ma jirto waa sheeko oo dadka waxa weyn wax ma garatay iyo maatada lagu beer la xawsado oo lagu fidnay wa intaas waliya saaradde afar ka shardi hadii la helo waxay raadaan al ilmigu hijradu qofka waajib kuma aha wadanka garaayo ka soo taga waajib kuma aha waa sunna laakin afarta shardi dii la waayay waajib qofkana laba shay hadii la isla helo fardul ayn ay ku noqonayda inuu soo hijrodo ka soo guuro gaalada waana ijmaac muslimiin toobay labada shay maxay tahay koo inuu san diinkiisa wax kamida khiyaar ugu dhaqmi karin waa diintiisa kamida hadduu san khiyaar ugu dhaqmi karin waa koo talabaadna waxa uu awood u leeyahay ku bax oo aan cali haysan labada shardi hadii la isla helo ijmaa weeye inuu soo hijrada waajib fardhu ayn ay ku tahay hadduu ka tagana fardhu ka tag naaru ku mudanay haafsan waxaan ka mid ah ayada ijmaa ku soo raxday ku soo naqliday aayada bawdu hadhihi aayatu alkarima aama fi kulli man aqama bayna dhahrani almushrikeen
آياتنا وحي عام كتاي قف كستو كن بادا قال بحدود وهو قادر على الهجرة أسبوا أولين هجرود وليس متمكنا من إقامة الدين أن مكان سنهم دين تسعينه أوغو فهو ظالم لنفسه قف كاسو نفسه سوى ذلمي مرتكب حراما حراما وكبعي بالإجماع سيدا مسلمين تؤكو إجماعين حراما قد أنه كبع قف كاسو نار ونشق يستقف النوحاس سوما جيدا نبي محمد نوحر بالحديث كاس قف كاسو مؤمن هذا نبي محمد نوحر صلى الله عليه وسلم من كان المشركة قف كقال لكم وسكر معه وقال كالدقة فإنه مثله أصاب الله مثل نبي محمد أيلي صلى الله عليه وسلم أبو داود كسونكو يا لونا حديث صحيح سوما جيدا نبي محمد بريء كي قف كاسو قال لحدق بريء كي ما روح الله ترى أن نراهما مسلم يقال دبكوا وينو سقس عرق لما الدرس كان دبكوا واسكوا بحصوما ما يقال هل الدرس وين دبك المس عرق إلى وقول سبحانه إن الذين بدك توفاهم أي أفسر أيضا الملائكة ملائكة ظالمي أنفسهم نففيل كودك ودمي عليهم قالوا ملائكة وحي هذا المركة نفتك قاليا فيما شيء بحر اسمه أها أي في أي شيء كنتم من دينكم بل دينتي نحن وصغنا إليه أما اللبات الفريق فريقات نحن دقنا إليه فيما شيء بحر اسمه أها كنتم هذا إليه قالوا وحي هذا كنا وحانا مستضعفينك ولا قميستو في الأرض دولك نحن يسألوه قميستو قالوا وحي هذا الملائكة ألم تقم ميسنا هاي أرض الله بلك إلهي واسعة مد في السن وفتهاجروا أدهجروتين فيها أهل بحريدا فأولئك بدكاس قارنا بحريدا قدنتي مأواهم ميشا يهيريا جهنم ونارت جهنم وصاعت جهنم ويحماتي مصيرا من الله أحاده من الله أحاده يدى البلاي باس بلا داد احلتي وحاولا شنصنا طرصنا لما تنصنا وخوغاش كحنالتو وحيا كسو قايدة جهنم وقو صنع يلا بطلنكم مدن أنا هاي إلا المستضعفين كوه اللي قبيستان مركة لغاية يابو إلهي دانو قصور يابين مركة أيابو أن جهنم كم مدين جوغيد داي قارد ريح جوغي بل أن جهنم كم مدين وقوه أنا إلا المستضعفين كوه اللي قبيستان ما هاني من الرجال الرك حال أيهين والنساء الدمر حال أيهين والولدان عرور حال أيهين مستضعفين تواقوه أنا مركة كوه اللي قبيست لغاية يولي ما يوال لي قبيستها كالين نتان وينات نغطة مستضعفين تاسو لا يستطيعون أن أودين حيلة وحيلة هالكبحان وابا محابيس واحد حرين أدوا هايستا وحيلة هالكبحان ما هايستان واحد حرين خواس هتاي قالة بحي وكل انتان وحدا بيكو مالها شو قدس حيلة أودكو مالهاين قفكنا إلهي وما عقابوا قصر أودكو مالهاين تاسو عمد ولا يهتدون سبيلة ودركوا همين مياه وعلى مدأة ما يكاين نيري آدان ففهد إكارتا مثال هذا تصالح قف كهدو إسلامه قالوا لنا كدش ويش هو ميشو تشوغا وميشو كل شيء أيامو كدش وإسلام وإسلام من هو آدان ما يكاين وودا كاسرين واحدا بيكم هذا نفسك يقول لك تصاصو كارين لهم وهذا قف كودا مناس كفرانا كدش شيء أيامو كمدها قبيلهان ee islaama duura waso daqaqaho tasalla bisad yarad ka soo raaco wadanka muslimu ku soo dega airport ka xiraa haadeed ila argaxisa wareegayahay ha la wareegay maray karanka inuu ka soo jiro waa loo jiro ka soo xotale waa qalab danta orod wadanka ayaa ha meel akhbaay raa mar soo majeedi halka nu xasa ka qidaar wani hay muslimu muslimin aqbalay la awl muslimintum ay ahaayeen qof ka soo soo islaama dalka muslimu baladkiisa ha وإمانا ولسوء دوينا ولقو التاقيرا هل إيهو الله لك ربستيقي ولا تمينا جلتك يدين لسكو إلالنا لكن ما تهدو ديارتي سكسو راعو ما كوه ولسوء دوينا ما يعني ما دي كرتها الدقوفكي أسوء الدلال بضان وضب بضان المسلمين اللي حريرو إنو حيالة السمايو وما كدنا إقامة إيه ميالا حوغا ورور سمعني اللي تشوغو ودما لكادا ما يستوى قد كاقوه ما دي كرتها لكن انت صدق مورا قرا كرا على كل حال قف كان السبب ودوه بحوق قوني أما سعادة وحير حرام كأسو جهنم كون مضمى بحجوغي دو بحجوغي دو انتو أودو إلهي وفضل إلى وحير سبحانه
فأولئك هو مستضعفين تا ملي آدان أنقرين عسى الله الله وحو مديه أن يعفو عنه من اسكعفيه وكان الله الله نوحو أهادي عفوا من